هاد الهضره هادي نورمالمون هو كانسان يعني كيتسمى كفنان خصو يحسب ان انا مرا كبيره ويحطها في مثابة امه، ما خصوش يسبها داك السبان وداك الشيء. قلقني حتى انا داك الشيء ما نكذبش عليك، وقلت للوالده قلت لها راه نشط الطياره ونجي. قلت لي لا ولدي رضا السخط خليه لك ما توسخش راسك معاه، ولا اله الا الله احنا نخليه ربي هو اللي يحكم عليه. بينو بينو وانا درنا واحد العمل انا وياه، وكان باغي باش يوزعوا ليا وداك الشيء، ودرت عطيتو وكاله باش يتكلف، ومشيت انا بحالتي لفرنسا. ومن بعد وليت كنعيط له ما كيجاوبنيش، ولد اختو هو اللي كيجاوبني في التليفون، تيقول لي هو مشى لهنا هو مشى ليه. ومن بعد خليت نسيت يعني مع الوقت، ما كانش عديت انا مع الخدمه ومع الدار ومع الوليدات، راه نصب عليا هو ذاك الوقت. انا اصلا ما كانش عندي الوقت ليه بصراحه، وجات الفرصه دابا حاليا انها جات الوقت اللي ان شاء الله غنمشيو لقدام. وبحال كيما قال هو قالك فيك تناعس، دابا هو فيقني احنا نبداو ان شاء الله، حتى احنا نخدموا وغادي عندي اعمال جديده ان شاء الله، غادي نديرها ابارتيغ دو ان شاء الله، ويكون ربي يجيب الخير. انا نسيت الموضوع بتاتا، نسيته كانني ما عمري سجلت. حطيت هذاك العمل اللي درته في اليوتيوب، درته في القناه ديالي ذاك الوقت، وخليته غادي بشويه حتى الحمد لله دابا راه غادي زوين. تابنت قضيه ولادو، نضت الضجه وسب الوالده، وبينت له بانني راه بينت له في بعض القنوات وداك الشيء، بينت له بالبراهين بانه نصب عليا ودا لي الفلوس، لانه هو تيقول لك انا ما عطيتو تريال يعني بحال هو دار لي داك العمل الخيري لله زعما، فهمتي. وعندي شهود وعندي دي فيديو مصيفط لي الدري صاحبي كيشهد بانه كان حاضر معايا اللي هو عبد الحق الكيحل، راه في بوردو حتى هو، ويعني كل شيء بالبراهين. فاش سجلنا ما في ذاك الوقت سجلنا تلاقينا، كان معه بنتو حتى فاش دازت واحد السيمانه فاش درت له الوكاله هنايا عندنا في سيدي قاسم، وطلعت عنده القميطره. ديك الساعه كانت معاه بنتو وجوج وليدات، وكان معاه واحد الاورغانيس، راني مازال تنعاودها وتنقولها، كان معاه واحد الدري اورغانيس ولد الخميسات، كان هو ديك الساعه اول مره غادي يخرج برا، وكان الله خذ الفيزا وقال لي راه خديت الفيزا وغادي نمشي نخدم على راسي وكذا. قلت له الله يسهل وهالمسائل وطلع فينا وهذا. ما قال ليش هذه بنتي، ولكن غير من بعد يعني التخمينات ديالي، وبعد يعني الهضره وكتشوف الفيديو وتشوف الناس وكذا، والهضره كتدور كتقدر دير ديزاناليز في راسك، التشابه كاين فهمتي. يعني هي كانت ديما معاه، يعني في ديك الساعه كانت معاه مقابله الوليدات في الطوموبيل، بزاف كانت عنده بيام كحله. ديك الساعه كان عطاوها له ناسي ميديسيون، قال لي راه عطاوها ليا بدلت، كانت عنده فونطوم. المهم باش هو زعما يعقل ويتفكر. اش نقول لك، الله يهديه، ماشي يقول له الله يسامح، انا تنعاودها ونعاودها يعتذر قدام الناس، هذا هو اللي كنطلب، والمغاربه والمغربيات، ويعتذر كاع الناس اللي خسر معاهم وطيح معاهم الهضره، لان بزاف باش تكسب تاع عداوه ديال 40 مليون راه قبيحه، تقبح حدك انت عايش، خصك تبقى تعيش في الغابه ما تعاشرش الناس. شنو نقول لك، والله العظيم الا كل شيء غاضب عليه. بدا انا عندي صحابي ومنهم فنانين ومنهم عاديين تيخدموا على اولادهم، هذا ملي كيذكر ملي كي غير كتذكر عادي الميلودي ولا كيبان لهم شي فيديو ولا هذا تبقى يتلطفوا. يعني بصراحه خسر بلاصتو، كان غادي زوين وخسر بلاصتو، الله يهديه، هذا هو اللي نقول.